اليوم القضاة يتجهوا نحو إضراب جوع. من يوم 22 دخلوا مجموعة من القضاة في إضراب جوع. إضراب الجوع تعرف أنه شكل نضالي قصوي ممكن يتوسع بشكل أكبر ويشمل مجموعة من القضاة، تعتبر أنه ربما هذا الشكل الاحتجاجي يمكن أن يحرك بعضا من ردود فعل السلطة نحو السلطة القضائية، نحو الوظيفة القضائية كما سماها اليوم قيس سعيد، يتحرك يراجع القرار نتاعو لإعفاء 57 قاضي، أم أنه ترى أنه الطبيعة النفسية والسيكولوجية نتاع قيس سعيد ربما يمشي قدام ولا يهتم بما يصير حوله من احتجاجات ونضالات وضغوط؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون يعني في مستوى الرفق بحالة الصحية لهؤلاء القضاة. هو له مشروع سياسي، ويعني نتصور أنه كما يقولوا معناتها يعني مواصل، يعني كما يقولوا هم يقولوا قطار، يعني قطار يواصل مساره لبلوغ المحطة التي يريدها، وهي محطة التصديق على الدستور من خلال هذا الاستفتاء المزعوم. أما أنه يراعي الوضع الصحي، هذه كلها تقريبا نتصور أن اللي يتفاعلوا معها هي الحقوقيين في الداخل والخارج أكثر منه قيس سعيد. يعني ما تنتظرش ردة فعل إيجابية من السلطة؟ لا أعتقد. نعم لا أعتقد، لأنه زاد ما ثمش حوار، يعني على أساس أنه أنا عندي تصور للإصلاح وأنت عندك تصور آخر. هذه يمكن يقع فيه حوار نقاش وتنازلات من طرف ومن آخر والتصحيح وتقويم بعض الرؤى، أما هذوما أصبح طول يعني علاقة ذاتية ذاتية ياسر ذاتية، معناها فيها شحنة متى أنا ما نحبكش وأنت ما تحبنيش وأنت تكرهني وأنا نكره، هذا اللي هذا المحكم في نعم كان المفروض أيضا